المرة اللي فاتت الدخان عام عيني وخلاني أدخل لك غلط، إنما المرة دي الدخان فتح لي عينيا وخلاني أخش. أنت بتقول إيه؟ أنت سكران؟ سكران؟ أبداً، أنا شارب من خمرة عينيكي. عطشان لمسة منك. أمي، أنت كنت بتعمل فيها كده ليه؟ أنا ماسك نفسي بالعافية من ساعة ما شفتك. إنما دلوقتي خلاص كل حتة فيا عايزاكي، وأنا كل حتة في جسمي عايزاكي. يعني ايه يالا؟ انت اهبل؟ والله هو ده اللي حصل يا فندينا. يعني هي شافتك فزاغت منك، ولا انت سرحت فتاهت منك؟ لا معرفش. نهار ازرق. طب راحوا على بيتها ولا طلعوا على بيته؟ هي مين ايه؟ امال انت جاي تقول لي ايه؟ معرفش. ولا انا مش قايل لك البت تحت بيتها؟ ما انا عملت كده ولبت تحت بيتها لحد الصبح، لحد طلع ولا حد نزل. ماشي يا رمانه، ماشي. سي خميس الحاج عايزاك. اوعى يا اتفضل. اوعى وادي يا مطني. ست شوق، أمور استشو. إزيك يا مطني؟ الحمد لله. أنا عارفة إنك هتركز معايا كده وحتدور. ماله أفندينا؟ لا مزاجه مش رايق حبتين. ليه يا مطني؟ إيه اللي حصل؟ معرفش، اسأليه هو. وهو أنا لو عايزة أسأله هاخد الإذن منك أنت؟ يا واد انطق، ما تزعلنيش منك، المعلم زمانه راجع. حضرتك عارفة يعني الأوامر، ما أقدرش. ماشي، مش هسألك على أفندينا، بس هسألك سؤال تاني وتجاوبني من غير لف ولا دورة. العين دي قبل العين دي. مين رمانة؟ رمانة اللي أنا كنت براقبها؟ أيوة. معرفش. غور يلا من هنا، غور. مش هسيبها ياما. افرض العمروتي وبنته طلبوا منك كده. روح. أنا محدش اتشرط عليا ياما، انا اللي عايزني ياخدني زي ما انا حلو كده، وانا ما ضحكتش على حد، الكل عارف اني متجوز، وكرامه مش هسيبها، سواء خدت بنت العمروتي سواء ما خدتهاش. انت عارف ان العمروتي ممكن يجبرك تطلقها. يجبر مين؟ يجبر بخاطرك ربنا. كفايه وش يا ابني، بره. يلا بط، يلا راحه واشربوا شاي. يجبر مين يا اما؟ انا ما حدش يقدر يجبرني على حاجه، انا افندينا. انت لحد دلوقتي ذكرى حلوه في السوق واسم بيلمع، لكن ماضي. لا انت عايش في البيت اللي خده منك النوح، ولا جبت الحفيد اللي هيشيل اسمك. وانا لو عايشه لك النهارده ما اضمنش بكره. بعد الشر عليكي، يديكي طولة العمر. لا طول ولا قصر، هي ساعه ومكتوبه ومحسومه. وانا مش هموت يا خميس الا لما ارجع بيتي واشوف من ظهرك عيل يشيل اسمك. ياما انا ما اقدرش اظلم كرام اكتر من كده، كفايه اللي شافته معانا. البنت حسها راح اما شافت ابوها غرقان في دمه قصاد عينيها. مش هنعيده تاني يا خميس. انا بفكر بصحصح الذاكره. دي بنت اخوكي. لسه فيك حته صاحيه مخوفاني عليك. لا اله الا الله. طمني يا طمني، العمروتي شاريني كده وانا عاجبه زي ما انا كده، واللي بيعمله معانا بياكد لي كده. الراجل بيفضيلك سكه عشان تبقى كبير السوق وحطك مع الكبارات،
وحطك في وش الكل. دي فرصة، فرصة يا خميس، اوعى تسيبها علشان اي حد مهما كان عزيز عليك. النبي انت ما رحتيش قلت الكلام ده للخيل وسبتيه يقع في شبكة شوك. البنت انا سألت عليها جابولي قرارها اللي انتي ما قلتيهوليش، طلعت بنت تاريخ، يتوب علينا ربنا. وادي يا سيدي امضتي، وان شاء الله بعد ما انجح في الانتخابات كل الوعود اللي قلتها لاهل الدايره هتتنفذ. رقبتي ثانيه واحده ادي له خبر بس. شو لا مؤاخذه حاج، لا مؤاخذه حاج، ست غلبانه من اهل الدايره جايه طالبه مساعده، وطبعا انت عارف الحسن المخفيه. انست وشرفت يا حاج، انست وشرفت. سونيا خليك معاها، يلا مع السلامه. ايه في ايه؟ مالك شفت عفريت ولا عضك حنش؟ مالك وشك جاب ميتلون ليه؟ ابدا، اصل افندينا عارف سكه المكتب وبيعدي عليا كتير. طب يا اخويا ما تخافش، سايباه لسه قاعد بيتسامر مع الحاج، وانا مش هعوق، هما كلمتين وهمشي على طول. ما ايه الكلمتين؟ قوليهم بسرعه وخلصيني. الله يرحم المراسيل اللي كنت هاريني بيهم بس عشان اجي ابص عليك بنظره واحده. ايوه بس مش هنا، المره اللي فاتت عدت على خير، ومش كل مره تسلم الجره. افندينا عنيف في كل حته، وانا مش عاوز ادخل معاه في سكه عواء وانا داخل على الانتخابات. اخص على الرجاله، اخص بقى. ده بجاش المر اللي كانت كلمه منه تهز اجدعها شنب. الله يخرب بيت السياسه. هي يا اخويا السياسه بتعلم على الرجاله وتعمل فيهم كده؟ يو يا شو يو، ايه هما الكلمتين اللي عايزه تقوليهم؟ هو طلب صغنن، عملته اتقيت شر، ما عملتوش وفستكت مني كده زي ما انا شايفه، يبقى تدعي المولى بقى انه يتولاك من اللي انا هعمله فيك. طب ايه هو الطلب الصغنن ده؟ بلغني انك لابد لافندينا ليل نهار، وانك بتظبط له قعدات الانس في الخن بتاعك. يا عيني عليك يا شو. ايه واستكهفك على هز في الخن؟ هي الحكايه يا اخويا فيها هز وسط، بس مش وسطي انا، وسط ناس تانيه، وانت اللي هتجيب لي قرارها. ما تخلصينا يا شو، هي فوازير. بنت رقاصه اسمها رمانه، واكله دماغ افندينا، عايزك تجيب لي كل كبيره وصغيره عنها، واوعى تقول لي معرفش. لازم تعرف، مش معقول انت مش هتعرف تجيب لي قرار واحده شمال زي دي يا مول. شكلك كده نقلت العطر ورسي على افندينا ورميتي طوبه الكل. اللي على فكره هو المعلم ابو سنه سلم نمر وطلع معاش. معاش اللي يقول على سيد المعلمين كلمه زي دي؟ حلاوتك حلاوتك يا شوق. اقعدي اقعدي نشرب كاسين، واللي يعرف افندينا لمؤاخذه يروح يقول له، واللي يحصل يحصل. هشرب كاسين بس اوعى العشم ياكلك. العشم هياخدني للذي مضى. يا خراشي على الذي مضى. فاكره يا بنت ما بيسألش عليا ابدا، ولا بتشوف عينيا ابدا. كمان كلام وحديد وغرام وانا في العواديت. ينيلك فكرتني بايام الهي لا يعدها. صباح الفل. كنت فين يا استشو؟ كنت بقضي مصلحة لواحدة حبيبتي أوي. واحدة حبيبتك؟ أوي. والخال عارف بقى ولا دي مجاملة منك؟ لا ما هو الخال مديني تصريح مفتوح. كمان؟ حلو الكلام ده. طب يلا بالسلامة. طب ما يلزمش مني أي حاجة. فكر. شكريه. والوقفة دي مش حلوة. يلا. بالسلامة وصبحي لنا على الخيل.
يوصل يا اختي. يلا يا ماما. ولا فندم مين اللي يخصنا النواحي دي كده؟ مطرح مكانك جاي يا ست شوق. ايوه معرفش ما لقيتش غيرك اللي اساله. شاطر يا واد يا ريس، وعرفت تجيب كل المعلومات دي في المده دي. بقولك ايه، انت متاكد ان الولايه دي كلبه فلوس؟ ها يعني تبيع اي حد عشان قرش زياده؟ لا خلاص كويس كده، دورك لحد كده في موضوع حنتومه وانتهى. عاوزاك تركز بقى في خميسه فندينا، عايزاك تجيب لي خط سيره بالساعه وبالدقيقه، وما تقوليش بقى بيروح الغرزه ولا المكتب عند المحامي. لا من ساعه ما يصحى لحد ما ينام، يعني لما احب اجيبه اجيبه. طيب ماشي سلام. انت بقى مش فاضل بقى غير البنت سوريا، ودي لازم لها حل. تحريات مباحث حصلته في ثلاث اسامي، تحريات انا بقى حددت الاسم الوحيد اللي ممكن قوي يكون عملها. اسمه ايه بقى؟ اسمه لو سمحت. اسمه يا سيدي اسمه لؤي الشريف، ابن تاجر الماس كبير. مش مهم ابن مين، المهم انت متاكد؟ اقصى عليك يا خميس، انت بتشك في امكانياتي. ده انا طلع عن اهلي كمان لغايه ما وصلت له، بس ما رضيتش اعمل معاه اي حاجه الا ما تقول لي الاول انت عايزني اعمل معاه ايه. انت كده يا متر مهمتك انتهت. الاسم والعنوان مكتوبين في الورقه دي. بس الواد ده اهله تقال يا خميس، وانت لسه يا متر انت تجيب المعلومات وتهبط اتعب. خميس انا خايف عليه، القانون صحيح له ثغرات اللي زي بياكلوا عيش من وراها، بس كمان له انياب لو قفشت في لحمك ما تطلعش الا بالدم، وانت مجرب. وبعدين فوت من الحمد لله بقت كويسه، يعني ملوش لزوم العوق. يا سلام خميس. كلامك كتر قوي يا مطر، البني ادم مننا لما كلامه بيكتر غلطه بيكتر. انا ما قلتش حاجه يا معلم، انا بس كنت بسال. هتفضل حابس البت كده كتير؟ انت مالك؟ الله، حاشره نفسك في حاجه زي دي ليه؟ اصل اكتشفت ان حالها من حالي. انت حابسني في جوازه ابنك عشان خايفه اقرب كلمه كده ولا كده، وحابسها برضو وانت عارف انها جاسوس. فترة كلمه زياده وحنسى انك مرات ابني. تنسى؟ ما نسيت من زمان يا معلم واللي كان. انا بس عايزه اقول لك كلمتين اتنين مفيش غيرهم. سيب البت في حالها وانا كفيله اخليها تقفل بقها. يا سلام قلبك عليها قوي كده. بصراحه البت صعبانه عليا وغلبانه، وبصراحه كده مستغرباك. مستغرباني ليه بقى ان شاء الله؟ يعني منين حابسها الحبسه دي ومنين عايز تتجوزها؟ انا مش فاهم انتوا مالكم ومالي، حاشرين مناخيركم بسكتي ليه؟ اتجوز ما اتجوزش كله بكيفي انا، مش بكيفكم انتوا. انا عارفه ان البت عاجباك وداخله دماغك، بس انا كمان ست وافهم في النسوان، والبت سوريا دي زي العبور العمران، ان ضغطت عليه شويه يفرع في وشك. هو ده عيب النسوان، بس اطمني يا اختي، انا اعرف كويس قوي امتى افضي العبور. ماشي غالي والطلب رخيص يا فندينا. لعلمك انا اقدر اخلي اي عيل من عندي يعملها، انما انا احب ادي العيش لخبازه عشان الشغل يطلع نضيف نضيف. يطلع ايه؟ نضيف نضيف ويتوب علينا ربنا. دين انت بس الدادة الايه؟ المعلومات يعني. لا لا قول لي الاولانيه. الدادة الدادة؟ دادة يا واد انت اللادة بحبك. حلاوتك يا فندينا ما جاش يا حلو. فاكر يا ده ما كنت بتسرق يا ده تبني من عندنا وتاكله انت؟ ساعتها البيمة زعلت.
انت مالك انت ولا حاله المكاتب انت مالك؟ انا عليا ليك وسيب الباقي عليا. ماشي خد يا سيدي الدايده بتاعتك يرضع منها براحتك. ماجاش هو انا كده تعبتك قل؟ لا 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 تعبك روح المره دي هتعب لك المره الجايه تسندني في الانتخابات. ماشي يوم الانتخابات هتلاقيني واقف في ظهرك. والبضاعه فندينا اول قطفه من اللي جاي باسمك يا مري. حلاوتك حلاوتك يا فندينا دي اخلاق المعلمين والا فانا. ولا على راي المثل ايه لا يقسم على الحياه ولا حياه لمن تنادي. يعني ولا حاجة. انت خشش المجلس تعمل ايه؟ ده احنا هنشوف ايام سودة. عامل ايه يا عروسة؟ ايه؟ فهمت. نبي يا معلم تعتقني لوجه الله انا خلاص طبت مش هعمل كده تاني. معلش كان لازم احميكي من نفسك لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروح لاخواننا البعض. خلاص يا معلم انا طبت والله انا من ايدك دي لايدك دي. يعني خلاص عيدنا وعرفنا ان الله حق. خلاص يا معلم والله ما هعمل كده تاني. انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي واسيوب هعمل كده بس خرج من هنا والنبي. مطرة. نعم يا معلم. فكيها وخديها نظفيها ونفضي تراب الكركبه دي من عليها ورجعيها بني ادمه من تاني. شفتي إن أنا أحن عليكي من الحكومة؟ ومش كده وبس يا مطر انزلي كمان اشتري لوازم الفرح أنا عاوزها عروسة على الفرازة ولو قدرت تفرديها شوية افرديها. ماشي يا معلم. هزيتي يا اختي وعديتي ها؟ بدي احوله يا اختي بالجلابيه على الفحم والشيشه. ايوه بقى تكنينه موكوسه.